افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للرف الاصطناعي في نسخته الرابعة من أجل تقديم أفضل ما توصلت إليه التقنيات والحلول الصناعية في مجال الرف الاصطناعي للمنشآت العاملة في مجال النفط والغاز. علميا من المعروف أن الآبار لا تستطيع الاستمرار في ضخ النفط أو الغاز بالمعدلات نفسها بسبب الهبوط الاعتيادي للضغط نتيجة سحب النفط من المكمن، ما يعني أن مستقبل زيادة ضخ إنتاج النفط والغاز بمعدلات متقاربة يعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا الحديثة. وهنا تبرز الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الرفع الاصطناعي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للحقول من خلال دعم العمود النفطي في البئر لإيصاله إلى السطح. المؤتمر يعنى بقطاع ما يسمى بالأبستريم، والرفع الصناعي يساعد على زيادة الإنتاج في بعض الحقول اللي عليها تقادم، وهو مستخدم طبعا بكثرة عندنا في شركة تطوير، موجود في المنطقة في جميع شركات النفط اللي في الخليج. مثل هذا المؤتمر يعطينا فرصة للتعرف على آخر ما وصلت إليه التقنية، فتجدين كل الشركات طبعا اللي تدخل في ما يسمى بالارتفيشال ليفت أو الإنتاج الاصطناعي أو زيادة كميات النفط من الآبار. خلال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي في نسخته الرابعة، تمت الإشارة إلى أن تطبيق التكنولوجيا المتقدمة وأحدث تقنيات الرفع الاصطناعي ساهم بشكل إيجابي وبناء في زيادة إنتاج بئر النفط في حقل البحرين الذي يعتبر من أقدم حقول النفط في منطقة دول الخليج العربي. المؤتمر هذا تقريبا هو مؤتمر علمي تقني، لأنه تحت مظلة جمعية مهندسين البترول العالمية، فتقنية فيه يعني أوراق علمية وأبحاث، فأهميته طبعا الكل ينظر إلى تقليل التكلفة نظرا إلى تقلب الأسعار، فهو يعني زي ما تقولين أداة للمختصين ليتبادلون الخبرات. يمتد تواجدنا في البحرين لسنين، ونحن منشارك هنا لنساعد بالتكنولوجيا وكمان بتطوير الموارد البشرية والاعتماد على الشباب، وكمان لنكون بعلاقاتنا مع نوغا ومع وزارة النفط لتطوير الحلول اللي بتساعد برفع النفط وزيادة الإنتاج والكفاءة. تطوير عمل الآبار النفطية وزيادة إنتاجها عبر استخدام أفضل التقنيات الحديثة وتقليل الأضرار والحوادث جاء على هامشه افتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه عدد من الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية باستعراض أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.